كالمعتاد، ها هي محافظة ديالى تصحو على جريمة بشعة داخل هذا المنزل في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة. جريمة قتل، راح ضحيتها رجل مع زوجته، تم قتلهما داخل منزلهما رميا بالرصاص بحسب مصادر أمنية. وقيادة الشرطة تتحفظ على تفاصيل الجريمة لحين اكتمال التحقيق. مواطنون أعربوا عن قلقهم من تزايد عمليات الاغتيالات داخل مراكز المدن بسبب السلاح المنفلت في المحافظة. احنا على ابواب عيد، مقبلين على ابواب عيد، كل ما يصير فترة او مناسبة دينية او فرح، المواطن العراقي والشارع الديالاوي يتخوف من الاحداث والقضايا الجنائية. في حالة قتل في شفتة وفي شهربان، وقبل أيام قليلة صارت عبوة في مناطق غرب بعقوبة. اللي جاي يصير بديالة عم ناس مسلحة خارج عن القانون، ميليشيات بين قوسين جاي تستخدم سلاحها في تصفية أشخاص من أجل زعزعة أمن لصالح أحزاب معينة أو لغرض إزاحة أشخاص معينين، والمجيء بأشخاص تفتح لهم المجال حتى يمارسون أعمالهم على نطاق واسع. فبحسب مراقبين، إن تكرار الجرائم الجنائية المنظمة في ديالى دون كشف الجنات يعطي مؤشرات سلبية على المشهد الأمني في المحافظة. يعني اليوم المشهد الأمني في محافظة ديالى يعني فيه حوادث كثيرة، لا سيما أن في قلب المركز بعقوبة هناك جرائم ترتكب من قبل عناصر مجهولة وعصابات مسلحة لم يكشف عليها لحد الآن. لهذا يعني لابد أن يكون هناك يقظة وحذر تجاه تحركات القوى الإرهابية والعصابات الإرهابية، وأيضا على مستوى الجرائم الجنائية أيضا هناك تصاعد على مستوى المحافظة. لابد أن يكون الإداء الأمني في مستوى توفير الاستقرار والأمن لأهل ومواطني المحافظة. جريمة تلو الأخرى دون إيجاد حلول أمنية في محافظة عانت لسنوات طويلة من نزيف الدماء. من محافظة ديالى عبدالله الباش، قناة الرشيد الفضائية.